سحبت الحكومة الموريتانية للمرة الثانية قانون العنف ضد النوع، وذلك قبل عرضه على البرلمان. ويثير القانون المذكور الكثير من الجدل بين من يرى فيه تعارضا مع الشريعة الإسلامية ومن يعتبر أنه يحفظ للمرأة بعضا من حقوقها. محمد أعمر بلو. سحب أو رفض، وبين العبارتين بقي قانون النوع أو قانون العنف ضد المرأة في حيرة، الذي عرض على البرلمان الموريتاني فلم يجزه بعد. فقائل إن القانون يجب أن يخضع لعمليات ترميم في صلبه، وقائل إن بعض مواده تتعارض مع الشريعة الإسلامية التي هي مصدر التشريع في موريتانيا. ما هي قاع جوهر هاي المواد الشكلية ولا تمس جوهر القانون؟ أعتقد أنه حذفها وإلقاها بما يعزز ذيك المواد الأخرى المتعلقة بمحاربة الاغتصاب، يتعلق بالجرائم الاعتداءات الجنسية، حماية حقوق المرأة بصفة عامة، وحماية القصر. هاي مواد يا الله تبقى في هذا القانون، وأنا بعد تعهدي عن اللي ندافع عنها إن شاء الله. يهدف القانون للعمل ضد العنف القائم على النوع، ويضع إجراءات للحماية الكاملة التي تهدف إلى إنزال العقوبة على مرتكبي العنف ضد المرأة. على وقع طبولهن وبحناجرهن المبحوحة، تحاول بعض من الفتيات إيصال رسالة رفضهن رفض أو سحب القانون الذي كان أملهن في العيش الكريم وحرية التنقل. شعارات ضد البرلمان وأغاني تحمل رسائل المعاناة، غير مكترثات بإحداثيات المجتمع أو تقاليده، فقد تجاوزن حاجز الخوف إلى اللاخوف. نعتبر على أن هذا الموقف اللي اتخذ البرلمان على أنه موقف مؤسف للأسف الشديد، ونطالبهم بعلنهم يتحملوا مسؤوليتهم تجاه الشعب اللي انتخبهم في تشريع والإسراع في تشريع قانون. ليست المرة الأولى التي يثير قانون النوع الجدل فيها، فقد دخل مرحلة مد وجزر بين المؤيدين والمناوئين له منذ صدوره، وخلف صراعا بين أكثر من طرف، منهم من يراه مناف للتعاليم الإسلامية، ومنهم من يعتبره طوق نجاة للمرأة، بينما يتساءل آخرون لماذا يسحب قانون سبق وأن أجمع عليه النواب، وهل سيؤثر سلبا على مستقبل الحريات في البلد؟